السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نعمل كريم للوجه. الكريم هذا اللي راح أعمله للوجه هو مغذي ومرطب، وكمان بنفس الوقت يعني بيصفي البشرة ويعطيها بياض ويغذيها من الأعماق. وكمان هو هذا الكريم اللي راح أعمله يعني لكم بمواد كلش طبيعية وكلش سهلة وكلش بسيطة ومتوفرة إن شاء الله يا ربي بكل بيت. هذا يعني بدي أعوضكم فيه على الكريم اللي عملت لكم إياه. كان أنا متأكدة خواتي كان كتير مواد يعني صعبة يمكن تلاقوها، وبنفس الوقت احتمال تكون غالية عليكم. فاليوم أنا حبيت أعمل لكم هذا الكريم تعويض على ذاك الكريم. كتير سهل وكتير. خلي أعرفكم هسه، هو من اللوز. أنا قبل يومين نزلت لكم ماسك من اللوز، وهسه راح أسوي لكم كريم من اللوز. راح تاخذون تقريبا يعني نقول قد هيك، يعني شوفوا بقد كف إيدكم، هيك بقد كف إيدكم. راح تاخذوا هذا اللوز وتحطوه بالماء السخون وتقشروه، وبعد ما تقشروه، أنا الصراحة عندي لأني لوز مقشر كمان مشتريته، اللي تقدر تحصله مقشر مو مشكلة. يعني أنا عندي هذا اللوز نفسه هو بالضبط، بس يجي مقشر هيك. أنا استعملت المقشر، أنتوا تقدروا تاخذون ذاك اللوز وتحطوه بالماء السخنة وتقشروه، وبعد ما تقشروه شو بتسوون؟ تخلوه بالمطحنة تطحنوه كتير كويس، يعني بحيث خواتي يذب زي الزيت فيه، يعني تطلعوا صار عندي طلعوا زي العجينة. شوفوا شلون صار زي العجينة، يعني تكرروا عليه أكثر من مرة. الخوات اللي ما عندهم ذب يعني طلعوا ذب عندي مثل الزيت، الخوات بدون أي إضافات، بس اللوز، اللوز هو الحالة تطحنوا. الخوات اللي ما عندهم مثلا مطحنة، وحتى لو كانت مطحنتكم مش كثير يعني تطحن كويس، حاولوا خواتي تطحنوه بالمذاق. طلعوا كيف صار، صار زي، ان شاء الله يكون واضح، طلعوا يعني صار عندي زي العجينة، طلعوا وذب مادة مثل الزيت، لانه هو اللوز اصلا عادة من يندق راح تشوفوه انتوا تدقون فيه يعني يطلع لكم مادة مثل الزيت. يعني هسه هذا لو بدنا نعصره نقدر نطلع منه زيت. طيب فبدي اياكم تدقوه كتير كويس حتى لو بالمذاق، يعني يا ريت بالمذاق زين. انا لان ما عندي مذاق فاضطريت اطحنه اكثر من مره بالمطحنه. طيب وراح تاخذوه كله تخلوه هيك اسمه هذا الكريم كتير كويس وكتير حلو وكتير منيح، وإن شاء الله كل تستفاد من عنده. تقدر تخلوه خواتي الصبح، تقدر تخلوه بالليل. هذا الكريم بعد كل الكريمات اللي تستعملوها، الماسكات اللي تستعملوها تقدرون تخلوه. طيب هذا شو راح نخلي له؟ راح نحتاج إلى الألوفيرا، جل الألوفيرا. طيب جل الألوفيرا خواتي اللي بالعراق كتير حكولي ما موجود عندهم، بس اللي ما عنده شوفوا هسه أنا لو تشوفوه انتوا بس ما قادرين تشوفوه مثلي، أبالك ذب مادة يعني زيت، شلون نقول زيت، لأنه هو بعد ما ينطحن إذا زيت. المهم الجل الألوفيرا خواتي اللي ما بتلقي تقدر خواتي تشتري لها علبة من الصيدلية، لا تشتروه من العطارين، تبعت الصيدلية أفضل. هذه خليت ملعقة أكل واحتمال أحتاج كمان، يعني حسب الخلطة تبعتي، وأنا أوريكم كيف إحنا راح لازم تكون سمك الجسم. راح نخلطها كلها اللوز مع الجل الألوفيرا، بحيث لازم نخلطها تصير مادة مثل الكريمية. طيب مثل الكريم اللي تشتروه من يعني عادة من الصيدلية أو من أي مكان بدنا إياه هيك يطلع شكله. تخلطوا خواتي تطلعوا كتير كويس، طبعا هذا كتير حلو كتير كويس. تقدروا تحتفظوا فيه بالثلاجة، تقدروا مثلا مدة الشهر كل الزين، وحتى بعد الشهر تشوفوا خواتي ما إذا ما في إشي، ما في ريحة، ما في إشي، ما راح يخرب هو أكيد. يعني تستعملوه للإيد للرقبة، طلعوا شلون طلع. هسه راح نحط له
في حسب البنات مثلا. انا صراحه شوي شوي خلينا نبدا خطوه خطوه. بدكم ماء الورد، الماء الورد خلوا الماء الورد اللي انتو تشتروه، لان الماء الورد تبعتنا بعد مده اسبوعين قلنا بيخرب، فبدنا ناخذ الماء الورد اللي نشتري. راح ناخذ تقريبا يعني ملعقه صغيره، ملعقه صغيره من الماء الورد. طلعوا خواتي الماء الورد اللي بدها خواتي ومتعلمه تحط الجلسرين على وجهها. طيب بضع قطرات من الجلسرين، اللي متعوده تحط الجلسرين يعني بضع قطرات هيك، قطرتين ثلاثه اللي بتقدر. طيب اللي ما بتقدر يعني ما متعوده عليه تحط اي فيتامين، فيتامين يعني فيتامين اي اللي عندها، اي فيتامين مقوي للوجه. شوفوا هسه انا عندي هذا مثلا فيتامينات، طيب بدي اخليها هي هاي الفيتامينات. فيتامين اي يعني تقدر تحطون 4-5 قطرات حسب يعني. انا راح احط كبسولتين، طيب هي تجي اكثر من قطره. طيب اللي عايشين بالمانيا هاي القطرات الفيتامينات موجودة عند الدي ام وعند المولة موجودة، تقدروا تشتروها خواتي وكلش رخيصة، اظن اقل من اليورو، كتير رخيصة عندنا. طيب هيك حطيته، حتى لو خليته 3-4 ما راح يأثر. طيب وتخلطوه خواتي كله هيك مع بعض، طلعوا شلون طلعت قديش حلو. زين هيك، وكمان اللي في زيت يعني حنطيكم اكثر من زيت اختياري. اللي بدها تحط زيت الليمون تقدر تخلي زيت الليمون ملعقه صغيره جدا. طيب اللي بدها تحط زيت الليمون، اللي بدها تحط زيت لبان الذكر اللي عندها هم ملعقه صغيره جدا. انا بالنسبه لي راح اخلي او زيت اللوز اللي بدها تحط هم ملعقه صغيره جدا. انا راح اخلي بالنسبه لي زي ما حكيت لكم زيت لبان الذكر ملعقه صغيره جدا. هيها طلعوا، وهيك الماسك تبعتنا بيكون خلص خلاص، ما بده اي تعقيدات. طلعوا قديش سهل يعني، سهل. وانا هذا سويته خاص ناس كل خواتي اللي ما قدروا يعملوا شلون نقول الكريم اللي سويته بالشمع العسل ويعني وبزبده الشيا. طيب راح احتاج، ما قلت لكم احتمال، قلت لكم احتاج جل الالوفيرا، راح احتاج كمان قليل جدا يعني تقريبا ملعقة وسط، يعني راح تكون هسه ملعقة كبيرة وملعقة وسط حطينا. طيب انتو حبيباتي شوفوا، بس شوفوا صار زي الكريم اللي تشتروه هيك، اوكي يعني خلاص هيك صار كويس. شوفوا خواتي قديش صار حلو، هاي اتمنى تشوفوا. طيب وهيك تخلطوه كله مع بعض، وهذا وبكل وقت امتى ما بدك. طيب هذا راح يكون كتير حلو للبشرة، كتير كويس. تقدروا خواتي حتى اللي عندها إمكانية يعني إمكانية بتقدر تحط الجسمها كله. طيب راح أخليه وأورجيكم كيف طريقته، تحتفظون فيه بعلبة حتى لو بلاستيك مو مشكلة، أنا ما عندي يعني وحدة فاضية هيك، فححاول أحتفظ فيه هيك. تخلوه إيدكم رقبتكم الكل الجسم تقدروا، يعني ما راح يأثر خواتي. أتمنى أنكم تجربوه، هي كلش سهل وكلش بسيط وما في أي تعقيدات، يعني المواد تبعته كلش سهلة. انا لان ما حبيت اشوف يعني كثير من البنات حكولي المواد كلش صعبه بالكريم اللي انتو سويتي. انا بعرف خواتي، بس انا حكيت لكم هذا انا عاملته، يعني بدي اعمله منتج عشان هيك انا كان يعني هيك عملته. طيب خواتي هذا هيك، طيب وتحتفظوا فيه بالثلاجه، كثير حلو وكثير كويس. طلعوا هيك وتحطوا في الثلاجة، هذا هو. هسه كيف تستعملوا؟ عادي يعني بدك تنامين أي وقت، أي وقت خواتي،
اي وقت تكونوا تاخذون هيك طيب وتحطوه طلعوا تدهنوه على كل مثلا بشرتكم وتسيبوه هي وطلعوا يعني كتير حلو. بس حاولوا خواتي زي ما حكيت لكم اللوز بدنا يذب الزيت تبعه طلعوا هيك كتير وتخلوه على وجهكم ما يعني ما في مشكلة مو إلا تغسلوه خواتي كتير حلو اللي عندها تجاعيد بالعين تحت العين بالرقبة اللي بدها إشراقة اللي يعني هو مرطب ومغذي كلش حلو على البشرة. بس اللي أتمنى منكم خواتي تطحنوا اللوز كتير كويس يعني على أساس لازم يذب الزيت تبعه. هيك أنا خلصت خواتي الكريم تبعتنا وأتمنى من عندكم خواتي كلكم تجربوه وأتمنى كمان من عندكم تعملوا لي لايك وشير واشتراك على قناتي حبيباتي ومع السلامة.